يا بني تميم، أتدرون لما أنا هنا ومن معي؟ ماذا تريد منا يا حارث بن جمحي؟ أبحث عن مالك بن الريب. تبحث عن مالك بن الريب وقد سجنتوه في مكة؟ لقد أطلق سراحه مروان بن الحكم شفاعة، لكنه أمر بالقبض عليه ثانيا. لقد افتعل الشرور وقطع الطريق على السابلة، ولا أظنكم يا بني مازن إلا خالعيه، أو تسلموه لنا فنقسم عليه العقوبة بما اقترب. اعقل في كلامك يا حارث، أتعلم بأن هذا الذي تتحدث عنه هو ابني؟ وابننا جميعا، ولم نعرف عنه شيئا مما قلت. يا أبا مالك، إن ابنك أحدث ما لم يحدثه غيره، ولم نأتي هنا إلا لنعلمكم بذلك. أيها القوم، تعلمون أن الحارث بن حاطب أرسل إلينا بالنيابة عن مروان بن الحكم أننا إذا جاءنا مالك بن الريب ليحتمي بنا أن نمسكه ونسلمه للوالي، وسيجعل لكم الأعطيات كغيركم من القبائل وغير ذلك من الوعود، فماذا ترون؟ لقد جعل منا مالك بن الريب سبة لأفعاله، وإنا نعاني ما نعانيه اليوم من ضيق بسببها. غيرك كما تقول، ما خرج مالك إلى لنصرة المظلوم على الظالم؟ أما كان العرفاء يستولون على ما فرض علينا من صدقات، وكانوا يحتجزون ما لفقرائنا وضعفائنا من حق في الأموال التي ترد إلى بيت المال؟ أما كانوا يشون بنا فيما ليس فينا أمام الولاة فيغير صدورهم علينا؟ ما حصل بشأن ابننا مالك شبيه بما حصل من قبل. والله لئن أتانا مالك لحميناه بسيوفنا وأكبادنا. بلى والله، ألسنا نحن بنو مازن التميميين الذي قال فيهم الشاعر: قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات، ووحدانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. قدرت دماء أبنائنا وفقدنا من القبيلة ما لا يحصى ولا يعد، وها هي قبيلتنا ترزح تحت وطأة الفقر والحاجة. إلى متى هذا الحال وقد أشعل الشيب رؤوسنا؟ ليس المشيب مشيب الرأس واللمم، إن المشيب فتور النفس والهمم. النفس لم تفطر يا غالب، لم تفطر. لقد حذرناهم بما أمرنا الله به، أما إن أداروا طاحونة حرب وألقموها بكرهنا فسيرى القوم أي منقلب ينقلبون وأي سيوف يواجهون.